جماعة بصوا دول واجه قلبي التمام بتوعي وماما ولت الاثنين دول وبعدين اتبسطنا وحضرناهم وعملنا كل دول. اشتركوا في القناة ما تنسوش تدوسوا على الزرار احمر عشان بابا عشان بابا يجي معايا في الاشتراك. جيبوا بابا كمان وجيبوا انا وجيبوا ماما وجيبوا النت دول كمان عشان ما يزعلوش. باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه عائله صهيب بركات. حبينا نشارككم اجمل الهدايا اللي وصلت من اهلينا واقاربنا، وشكر خاص لكل احبابنا اللي سالوا والاصدقاء علينا واتمنوا لياسمين تقوم بالسلامه زوجتي حبيبتي ام بناتي ريناس وريناد، دول التوأم الجمال طبعا. وطبعا ما ننساش اختهم الكبيره ندى واجمل والاصغر جمانة. وشكر لكل من اختار احبابنا على اليوتيوب، اختاروا اسماء بنتنا حبيبنا ونشارك اول هدايا اللي جات لاطفالنا التوأم. وانا ان شاء الله هشارككم هشارككم السبوع معانا. وختاما كل عام وانتم بخير، كل من دعمنا بالدعاء والهدايا، واختاروا اسماء البنات معانا التوأم. شكرا لكم، وكان معكم صهيب بركات من قناه عائله صهيب بركات. وحابب اشكر زوجتي حبيبتي ام التوأم وندى وجمانة ان هي تقوم بالسلامه باذن الله وتدعولها وتدعمونا اكتر واكتر، وتدعموها هي في قناه مطبخ فلفل الوان بتقدم طبخات جديده وافكار جديده وكل ما هو جديد على قناه مطبخ فلفل الوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه عائله صهيب بركات. هدايا من هدايا التوأم، كل سنه طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا، عقبال ما تشوفوا احلى توأم في الدنيا ريناس وريناد. خلاص طبعا الناس كلها عرفت اساميها، وادي احلى ثلاث تطقم وهدايا عيد الميلاد اللي هما جايين للتوأم. وكل عام وانتم بخير، ويا رب دايما نشوفكم على خير وتشوفونا وتدعمونا اكتر واكتر، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس قناه عائله صهيب بركات.